انا فين؟ يا امه انا فين؟ قوم قوم يا حزلقوم. انت مين يا عم انت؟ استاذ غسان مطر، ارجوك ما تقتلنيش، ما تموتنيش، ما تخطفنيش، ما تاكلنيش. ما تخافش يا حزلقوم، انا مش جاي اذيك، انا جاي اساعدك. مش حضرتك راجل شرير؟ لا لا شرير. لا والمصحى شرير؟ لا. امال حضرتك ايه بالظبط؟ للاسف الناس فهماني غلط، يمكن عشان المخرجين حصروني في ادوار الشر، لكن انا في الحقيقه انسان طيب زي كمال ابو ريا ومحمود الجندي. الله الله، انا حبيتك قوي يا استاذ غسان بجد، وقلبي سامع احلى، وعايز اخد نصيحتك. يعني دلوقتي المهمه طلعت كبيره قوي عليهم بهواه، مش عارف اعمل ايه، انصحني. انا جاي اقول لك كلمه واحده بس، اعمل الصح. يعني اعمل ايه؟ اعمل الصح. انا سمعتك، اعمل ايه بقى؟ اعمل الصح. يا ارجوك قول لي حاجه مفيده. باي باي يا كوتش. لا ما تسيبنيش يا استاذ غسان، لا لا. استاذ It's up to you. I have a choice. But it's not real. Professor, what should I do? Professor.